اليوم حلقتنا كتحتفي بأحد أعمدة الغناء المغربي وهو الفنان الراحل الحسين سلاوي. مجرد الحديث على هذا الفنان هو لحظة عشق، فسلاوي سكن قلوب ووجدان المغاربة وبصمة تاريخ بالفني بلمسات موسيقية عملاقة. بكل حب وترحاب غنستمع اليوم لأغاني الفنان الراحل حسين سلاوي، ولكن بصوت شباب ومواهب اللي صاعدة اللي معنا اليوم في البلاتو. كنعاود نرحب بك معنا خولة بن عمران، أهلا وسهلا. خولة، أنتنا من شمال المغرب، من اي مدينه بالضبط؟ مدينه القصر الكبير. القصر الكبير. شاركتي في برنامج ستار اكاديمي، وهذه اول مره كتظهر فيها على الجمهور الكريم من خلال برنامج نغمواتي. مرحبا بك معنا. ربي يخليك. اولا قبل كل شيء كنبغي نشكر برنامج نغمواتي على هذه الاستضافه اللي تحت لي الفرصه باش نكون مع الحضور الكريم ومع الجمهور المغربي العزيز سواء داخل المغرب او خارج المغرب. مرحبا بنا. سمعتي وداك ربي يخليك، عرفتي شحال كتعجبني اللهجه التطوانيه الشماليه. ربي يخليك. خولة، اليوم شنو غادي تقدمي لنا من روائع الفنان الراحل الحسين سلاوي؟ انا فخوره جدا لاداء اغنيه الفنان الكبير حسين سلاوي، المرحوم حسين سلاوي، يا موجة غني. والان اعزائي المشاهدين نخليكم مع يا موجة غني وخولة بن عمران.